اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طبعا مش هرحب ولا هقول ان هو ضيف ولا حاجه، لان هو ده مكانه الحقيقه. كابتن ربيع بنحاول دايما ان هو يكون متواجد معانا في قناه النادي الاهلي لانه صاحب بيت الحقيقه، وليس ضيفا ولكن دائما هو صاحب البيت. ازيك كابتن ربيع؟ شرفنا ومنورنا، والحقيقه دايما بكون سعيد جدا جدا بوجود حضرتك معايا بالاخلاق و الله يخليك يا اسلام، من الناحيه الفنيه من كل شيء الحقيقه كابتن. انا اسعد طبعا ان معاك وبالتوفيق دايما، وحاجه جميله جدا وسعيد جدا ببيتي طبعا النادي الاهلي طبعا، وفي نفس الوقت سعيد جدا معاك وحاجه كويسه جدا، ويعني اتمنى كل التوفيق. الواحد سعيد جدا جدا ان احنا الحمد لله يعني دايما النادي الاهلي مشرف الكره المصريه وساعد الناس، فدي حاجه جميله جدا. فانا مبسوط ان انا ببيتي ومعاك وبالتوفيق دايما، وحاجه جميله جدا يا اسلام. شرف لينا يا كابتن حضرتك تكون معانا. خلينا نطلع نشوف تقرير، مهما عملنا من تقارير لن تفي بحق هذا النجم الكبير، ولكن حاجه بسيطه جدا، ترحيب بالكابتن ربيع ياسين في بيته. واحد من اهم نجوم القلعه الحمراء وابرز من شغلوا مركز الظهير الايسر في تاريخ المارد الاحمر ومنتخب مصر، وقبل كل ذلك هو احد خريجي مدرسه الاخلاق والمبادئ بالنادي الاهلي. إنه الظهير الأيسر الطائر ربيع ياسين. وبيمشي دمدع، هو جول ربيع ياسين، بيجيب الجول الثاني للنادي الأهلي. ولد ربيع ياسين في 7 من سبتمبر عام 1960 في محافظة بني سويف، ويفخر بأنه كان اللاعب الوحيد الذي انضم من مركز شباب مباشرة للنادي الأهلي في ظل المستوى الرائع الذي كشف عنه خلال مباراة ودية بين المارد الأحمر ومنتخب بني سويف عام 1980 بمناسبة العيد القومي للمحافظة، ليقرر مسؤولو القلعة الحمراء بعدها ضمه لصفوف النادي. عكسية وممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. ربيع ياسين، ربيع ياسين، ربيع ياسين. يعتبر ربيع ياسين واحدا من الجيل الذهبي للأهلي، والذي ضم نجوما لا تنسى مثل محمود الخطيب ومصطفى عبده ومختار مختار وإكرامي وغيرهم. وتميز ياسين بالنزعة الهجومية والتسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء. لعب ربيع ياسين بقميص النادي الأهلي 12 موسما خاض خلالها أكثر من 300 مباراة على الصعيدين المحلي والإفريقي، وحصد الكثير من البطولات أهمها الفوز بلقب الدوري الممتاز 7 مرات ولقب كأس مصر 5 مرات والفوز بكأس الأندية الإفريقية أبطال الكأس 3 مرات متتالية أعوام 1984، 1985، 1986. وادي مجدي وتعدي مجدي، ربيع ياسين جوه الجول، جوه الجول، ربيع طاير من فرح، ربيع ياسين 23 سنة. ربيع ياسين كان لقب كأس مصر عام 1992 آخر ألقاب ربيع ياسين بقميص المارد الأحمر، حيث قرر الاعتزال بعد قرار الاستغناء عنه برفقة طاهر أبو زيد ومحمود صالح وعلاء ميهوب. ومثلما عانق المجد في النادي الأهلي، كتب ربيع ياسين سطورا من التاريخ اللامع مع منتخب مصر، فحصل مع الفراعنة على بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية عام 1987، كما ساهم في التأهل لنهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا. وبشكل عام شارك ربيع ياسين في 118 مباراة مع منتخب مصر بعد أن فرض نفسه لأكثر من 10 سنوات كظهير أيسر للمنتخب بلا منافس. جول 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 ربيع ياسين، برافو ربيع، جول جول جول. لسه بقول لكم إن ربيع ياسين من اللعيبة اللي تركوا بصمات الحقيقة في مركز الباك الشمال في الجيل بتاعه ربيع ياسين. وبعد الاعتزال اتجه ربيع ياسين لعالم التدريب، حيث قاد منتخب مصر تحت 21 عام للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في الجزائر عام 2013.